رجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما تابعنا مع حضراتكم أكيد قصة الطفل شنودة فتحت يعني علينا العديد والعديد من الأسئلة اللي ليها علاقة بفكرة التبني في مصر، أو زي ما بيقولوا كفالة اليتيم في مصر. طيب هل المشكلة، أو يعني هل اللي احنا شفناه ده هل ليه علاقة بفكرة التبني دي، ولا هل في مشكلة تانية ممكن نكون بنبص ليها؟ هل أصلا موضوع التبني في مصر موضوع يحتاج ان احنا ننظر فيه بعين أخرى، وهل محتاجين ان احنا نكون بنشوف لو في قوانين تانية ممكن تكون بتتعدل أو بيتم تشريعها من البداية؟ هل في حاجة زي كده دلوقتي موجودة؟ كل إجابات لهذه الأسئلة هيكون بيجاوب عليها الضيف الموجود معنا النهاردة، وهو أستاذ ميشيل حليم، مستشار بمفوضية الأمم المتحدة بالشرق الأوسط ومحامي بالنقد. أستاذ ميشيل، برحب بحضرتك. أنا محاتك يا فندم، وزي محاتك أكيد تابعت معنا قصة شنودة. هي قصة يمكن نقول إن هي إنسانية بشكل كبير جدا، لأن إحنا لو شفنا بعين القانون ممكن نلاقي شوية حاجات تمنع مثلا الأسرة من إن هم يكون معاهم شنودة. ممكن حضرتك تكلمنا أكتر عن الموضوع ده؟ طيب إحنا عشان نتكلم كلام قانوني، لأن يحاسب على الألفاظ القانونية، فالقانون المصري ما يعرفش حاجة اسمها كلمة تبني. وارد ثلاث ألفاظ في القانون المصري، لأن التبني محرم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية اللي هي المصدر الأساسي في التشريع. فالألفاظ البديلة هي كلمة الأسرة البديلة، الاحتضان، كفالة اليتيم. وزارة الضمان يعني عملت مبادرة ووضعت قانون تصدت فيها لهذه الأمور. طبعا أنا بعد ما شفت الموضوع بتاع الطفل، هو في كثير من الشائعات ترددت بخصوص هذا الموضوع فيما يخص، قالوا ان ما ينفعش أسرة مسيحية تحتضن او تكفل طفل. لا ينفع، نراجع القانون اللي اوضعته وزارة التضامن، بس بشرط ان يكون الطفل موضوع الاحتضان هو كمان مسيحي. يبقى شرط الأسرة البديلة مع الطفل يكون ليهم نفس الأديان، ده شرط رقم واحد وضعته وزارة التضامن. كمان أصل هو الوزارة في الأصل كان يهمها مصلحة الصغير، فوضعت بعض الشروط جامعها لمصلحة الصغير. يعني هي بتدرس حالة اجتماعية للأسرة وإيه مقصدها من الاحتضان أو كفالة اليتيم، ووضعت بعض الشروط السنية، الله يقل سن الزوجين عن 25 عاما، هو كان 30 سنة ونزله الشروط ل 25 سنة، وأن يكون الأسرة كأزواج بقالهم 3 سنين متزوجين، ولو حصل انفصال بينهم لو حد مطلق أو أرمل يكون لا يقل سنه عن 30. وزارة الضم من وقت للتاني بتبعت مندوبها عشان يشوف البيئة اللي بيعيش فيها الطفل بيئة مناسبة ليه أو لا. فكان يهم الوزارة في الأصل مصلحة الصغير، لكن الشائعات اللي طلعت إن الأسر المسيحية محرومة من الاحتضان أو تكون أسرة بديلة، الكلام ده مش مظبوط. هو بس لازم يكون الطفل يثبت ديانته من نفس ديانة الأسرة البديلة. جميل جدا، يعني كلام كده يعني صراحة مفهوم جدا، وكلام فعلا حيادي، ما حدش يقدر ان هو يختلف عليه، لان انا دلوقتي بتبنى طفل فالمفروض اكون بتبناه على نفس ديانتي، بغض النظر بقى احنا بنتكلم عن ديانه. يعني طبعا هينشا عندك فهيبقى ليه نفس ديانتك، فالطبيعي ان هو العبره هنا بالنشأ. جميل جدا، جميل. طب في القصه بقى بتاعت شنوده دلوقتي، هو كان معاهم 4 سنين وكان المفروض ان هو كان جوه كنيسه، او لو جوه كنيسه، وبعدين هم خدوه ربوه لفتره طويله، وبعدين اخذنا الطفل ده. فالقصه دي والحاله دي ممكن نعالجها ازاي، او ممكن يعني نتعامل معاها ازاي؟ عليهم اثبات ان الطفل ده مسيحي، اللي هم احتضنوه، ان هو فعلا لو جوه الكنيسه باي وسيله من وسائل الاثبات، وان هو ينتمي لابوين مسيحيين كده، هيبقى مسموح له بس في الحالة دي، بس مسموح له بأنه يرجع تاني لاحتضانه. يثبت ازاي بقى؟ هو اللي يقول لنا. هو بيقول أنا سمعته بيقول إن في كاهن إداله الطفل والكاهن ده توفى. طيب هو ممكن كان أكيد في الكنيسة في عمال، في ناس تشهد، فهو عليه إثبات. هو اللي لما طالب شيء عليه إثبات، لأن هو لو ما أثبتش وكان الطفل ده لقيط، هيبقى هنا مفترض طبقا للمادة 2 من الدستور هيطبق المادة 2، الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي في التشريع. تمام. فهنا طبعا لو ده في حالة ما أثبتش أن الطفل من أصل مسيحي. طيب هل ال4 سنين اللي هو قضاهم دول يكفوا أن هو يقول الطفل ده مسيحي؟ لا، محكمة النقض المصرية اتكلمت صدت للنقطة دي وقالت سن تمييز الأديان للطفل 7 سنوات، فهنا بالنسبة للدولة هو نشأ لا يفقه دين، هو هينشأ على الدين بقى اللي هيتربى أو هينشأ عليه. فهنا عليهم إثبات أن الطفل ده كان في الأصل طفل مسيحي. طبعا أنا اطلعت على بعض الأمور يعني سريعا،
هو في بلاغ اتقدم من حد قريبهم وقالوا ان الطفل ده اصلا مسلم، نيابة ما وصلتش لشيء معين. طبعا هو طبعا النيابة العامة تعاملت بإنسانية وما وجهولوش تهمة التزوير في 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 محرر رسمي ان هو هطلع له شهادة باسمه دون اختار الجهات الرسمية ان هو ده تبني. طبعا هنا النيابة ان جريمة التزوير في الاصل اشترط ليها المشرع ركن ضرر، فلما ما لقيتش ركن ضرر ولقيت حسن نية منه رفعت عنه او استبعدت عنه شبهة التزوير. اذا كان ممكن هو يتحط في مشاكل اصلا بسبب لو سجل طفل باسمه كانه ابنه. ده الكلام ده ممكن بيحصل في حالة الاحتضان بس بيحصل بمعرفة وزارة الضمان. يعني الطفل بيبقى ليه ملف وزارة التضامن ومعروف ان تم النسب بمعرفة دول، مش ان انا اروح اقول ده ابني واروح اسجله كده زورت في ورقة رسم. لكن من شروط التزوير وقوع ضرر، وكمان ما كانش فيه ضرر وكانوا ناس حسن النية، النيابة كده استبعدت عنهم اتهام التزوير. تمام. طيب حضرتك شايف طيب الترشيعات دي يعني هذه كده الترشيعات اللي ممكن نعتبرها ترشيعات نهائية وواجبة النفاذ، ولا ممكن نكون بندور في ترشيعات اخرى مثلا؟ هو طبعا اي تشريع هيخالف الدستور هيبقى تشريع باطل، والمادة 2 من الدستور لسه قايلها من شوية. تمام. هو طبعا المادة 64 من الدستور خيرت ادت حرية العقيدة، ولكن حرية العقيدة لمين؟ مش لطفل عنده لسه بينشأ، لا ده الناس زينا احنا كده. يعني لكامل أهلية الأداء والوجوب اللي سنه فوق 21 سنة. إذا فالعمل إن شنو ده يرجع هو إن احنا نكون بنسبة بس إن هو كان مسيحي في الأصل أو إن هو كان جاي من الكنيسة نفسها. صحيح. وعلى فكرة هذا الأمر وزارة الضمان بتطبقه على غير المسيحيين على المسلمين، يعني لو في طفل مسيحي وزارة الضمان ترفض تديه المسلم رغم ان احكام الشريعة بتقول غير كده، احكام الشريعة الإسلامية بتقول غير كده، بتقول لا يكرهه يعني يربيه لكن ما يكرهوش على الدين، ده طبقا لاحكام الشريعة، لكن الوزارة بترفض. تمام. يعني الكلام ده مطبق على الطرفين على عنصرية الدولة يعني. طب حابب بقى يعني اطلع مع حضرتك كده سكوب اعلى او يعني منظور اوسع شويه ونتكلم على فكره الاجراءات القانونيه اصلا المفروض اكون بتبعها لو انا عايز اتبنى طفل، ايه المنظومه المفروض امشي فيها؟ طيب المنظومه وضعتها وزاره التضامن الكترونيه، بقدم طلب الكتروني عن موقع الوزاره، بشرح فيه ظروفي وبقدم فيه الفيش الجنائي بتاعي، الرقم القومي، ما يثبت مكاني ان انا مستاجر مكان وايصال نور او ميه او غيره. الشروط يعني في شروط معينه لازم تكون موجوده، دي الاوراق المبدئيه. ثم كان في شرط مؤهل للاسره البديله الله يقل عن الثانويه العامه، واعتقد هم تنازلوا عن هذا الشرط بشرط ان فحص الحاله الاجتماعيه بتاعهم يقولوا ان هم على مستوى يليق بتربيه الطفل. طبعا من ضمن الشروط بقى اللي انا لسه قايلها من شويه ان هو يكون الاسره زوجين لا يقل مدة زواجهم عن 3 سنوات ولا يقل سن الزوجين عن 25 عام، ولو كان في مطلق أو أرمل لا يقل عن 30 سنة. طبعا هنا في مندوب بيروح من وزارة التضامن بيعمل بحث حالة اجتماعية للأسرة البديلة، بيشوف ظروفها الاجتماعية بيفضل في حالة بحث معاهم أو متابعة معاهم، وعلى الأسرة توفير المتابعة للمندوب لأن لو منعت المتابعة بيقطعوا عنه الكفالة بياخدوا طفل تاني. فبتفضل الوزارة الضامن متابعة مع الأسرة البديلة بتشوف بقى القصد إيه. طبعا بتمنحهم من السفر خارج البلاد بالطفل، بيبقى فيه الطفل بيبقى ممنوع من السفر خارج البلاد، وتشوف مقاصد الأسرة البديلة إيه من كفالة هذا اليتيم. إذن فهي يعني في شروط معينة لازم تكون موجودة عند الأسرة اللي هي تكون بتحتضن هذا الطفل، يعني خلينا نقول برضه تحتضن شروط نفسية بيحطوهم تحت كل الاختبارات وبيفحصوا حالتهم اجتماعي، بيتعمل بحث اجتماعي عن الأسرة. ده يهمهم في الاصل مصلحه الصغير. طيب وساعتها لما بيتم بقى الموافقه عليهم ايه الاجراءات اللي بتحصل او بيبقى في مثلا شروط معينه او ضمانات معينه؟ خلال شهرين بمده اقصاها شهرين بتتم متابعه مع مندوب وزاره التضامن للاسره عن رعايتهم للطفل، مستوى التعليمي، نسبه، بياخدوا اقرار فيما يخصهم بالنسب باثبات النسب، بس مش باثبات النسب زي الحاله اللي عندنا، اثبات النسب بمعرفتهم. بمعنى ايه؟ عشان يعني بيتسجل الولد باسم الاب والام المتبنين المحتضنين. المحتضنين. تمام. المحتضنين، وبيبقى في ملف للولد بحالته ان هو كان طفل سواء بقى كان يتيم كان يعني بس بياخد اسم الوالد عادي اللي هو في حاله ان هو كان لقيط. يعني في حاله ان هو كان يعني ملوش اب وام. تمام. بتبقى متابعه بتتم اعتقد شهريه مع وزاره التضامن، بيشوف فيها البيئة اللي بينشأ فيها الطفل والحالة النفسية والصحية والعلمية للطفل، وبتكتب تقرير بترفعها للوزارة. لو كانت ده غير لائقة بالأسرة البديلة ما كانتش على المستوى اللائق طبعا بتاخد منه كفالة اليتيم، طبعا بيرجع الطفل تاني لدار الأيتام.
طب استاذ ميشيل، وزاره التضامن بتفضل تتابع امتى او لغايه امتى يعني الطفل مع وجود الاسره الجديده؟ لحد بلوغه سن ال 21 سنه. كل ده من خلال مندوب بينزل دايما دوريا وبيعمل تحقيقات علشان يعرف هو عايش فيها مناسبه او لا، ويتوافق على الاسره البديله دي من عدمه عن طريق لجنه فحص بتنزل من وزاره التضامن. تمام. طب بعد بقى ال 21 سنه بيكون الطفل ده او يعني بيكون لهذا الشاب اللي هو خلاص قادر على الكذب بقى خلاص. وهنا بيبقى قادر على الكذب او تخرج من كليته او بيشتغل، مش محتاج لرعايه، خلاص بالغ اهليه الاداء والوجوب من حق قانوني ليه حق التصرف. تمام. صراحه برضو استاذ ميشيل، في برضو احد الناس يعني كاتبين على التعليقات الخاصه بصفحه سي تي في ان هم في الواقع يعني بتاعت شنوده، رجعونا شويه كده لواقع شنوده يعني، وقالوا طيب في اي حاجه قانونيه ممكن تخلي الابوين يشوفوا على الاقل شنوده يعني بس؟ يشوفوا طبعا يعني ممكن يكون في ظروف الملجا طبعا، مفيش حاجه تقدر تمنحهم. هو الدوله هنا منعت انه بقاء معاهم لان هنا ما ثبتوش ان الطفل من ابوين مسيحيين، فاصبح دينه هنا الاسلام. فما يزوروه عادي لكن ما ينشأش معاهم فيتربى على دين مخالف. معلش يا استاذ ميشيل، عشان دي ممكن تبقى زي بوابه امل لاسره يعني بتحاول تشوف الطفل اللي هي كانت محتضنه لفتره طويله. انا دلوقتي لو انا عايز اشوف طفل انا كنت متبنيه، ممكن اكون بعمل ايه؟ ويا ترى لو الدار دي رفضت ان هي تكون بتتعاون معايا، ايه اللي ممكن يكون بيحصل؟ لا مفيش دار هتمنع اي تبرع بيجي لطفل او رعايه بتيجي للطفل، لكن هي القصه الموضوع كله كان في النشأه، ينشأ على انهي دين؟ هم هنا خلاص هو الاسره هو اتاخد منهم الطفل لان هم عجزوا عن اثبات ان الطفل ده من اسره مسيحيه او الطفل ده مسيحي. خلاص، لكن ما فيش مانع ابدا ان 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 اي حد من اي دين ان هو يرعى من بعيد عن طريق الملجا او عن طريق دار الايتام، بيرعى الطفل من بعيد يعني من على بعد، يعني يزوره يجيب له حاجه يهديه بحاجه، لكن ينشا معاه هنا اعتقد هيبقى هنا دي المعضله. يعني هل في حاجه زي ما هم قالوا كده مثلا اسمها في خط احمر اتحط على اسمنا او اسمنا بقى ممنوع من الدخول، في حاجه اسمها كده؟ اسمها كده يا فندم، بقول لحضرتك القانون واضح للطرفين للمسيحي وللمسلم، لا يصح من شروط الاحتضان ان يكون الطفل والاسره البديله من نفس الدين سواء مسيحيين او مسلمين. لا مش بتكلم على الاحتضان دلوقتي، بتكلم ان هم يكونوا بيشوفوه. هم قالوا ان هم مش عارفين يشوفوه وهم بالذات كانوا ممنوعين ان هم يشوفوه، هل في حاجه بتبقى كده او في شروط معينه؟ ولو ده اتمنع من حقهم يرفعوا دعوه في القضاء الاداري بتمكينهم من رؤيته، مفيش اي حاجه يقدر يمنعهم، ياخدوا حكم مؤكد بان هم يشوفوه لكن مش هيعلموه الدين ايه، يبعدوا عن ما يخص نشأته ودينه، لكن يزوروه. حضرتك لو حبيت تزور اي حد في دار ايتام هتروح تشوفه وهترعاه، بس هترعاه ماديا مش او هترعاه من وقت للتاني من على بعد، ولكن مش هيبقى معاك، مش هيسمحوا لك بالخروج معاه يعني. لان في بعض الكفاله بتسمح للخروج معاه ثم يرجع تاني للملجا، دي نوع من انواع الكفاله، دي ممنوعه هيتمنع في حالته. تمام. طيب بالنسبه لكن يزوره. جميل جدا. بالنسبه برضه لفكره الاحتضان في مصر، فزي ما حضرتك قلت يعني هو كلها بترجع للدستور يعني والماده الثانيه في الدستور، وده بيخلي بعض الاسر المسيحيه تكون بتعاني في موضوع زي الاحتضان من فكره مثلا نقل الميراث او ان هو يكون بيورث يعني لابنه الفلوس الموجوده معاه او حاجه زي كده. ممكن حضرتك تشرح لنا اكتر وتكلم اكتر عن الموضوع ده؟ السؤال معلش. يعني مثلا دلوقتي الميراث بالاحتضان، يعني في ناس مثلا بتقول يعني ان الاحتضان مش بيكون في توريث لهذا الطفل، او ان الثروه يعني مش بتتقسم على الطفل المحتضن، ممكن ان هو يكون بيبلغ سن ال 21 وبعد كده بيتم ان هو خلاص بيعتمد على نفسه. مظبوط. طيب دلوقتي الاسر المسيحيه اللي ممكن تكون في هذه مثلا المشكله او بتعاني من حاجه زي كده، ممكن تكون ايه الحلول اللي قدامها؟ هو الاسره المسيحيه من حقها في كل الاحوال طبقا للقانون ان هي تحتضن طفل مسيحي. جميل. في ملاجئ كتير قوي مسيحيه، مش عارف هم ليه عايزين يروحوا بعيد يعني، هو في ملاجئ مسيحيه كتير يعني. تمام. وفي حالات كتير محتاجه الاحتضان. حضرتك بخصوص الوصيه او الارث يعني، هو في كل الاحوال ما فيش ارث لان ما فيش نسب، انما ممكن يترك له وصيه. وطبقا لاحكام الشريعه الاسلاميه برضو الوصيه بتكون في حدود الثلث، لان ممكن اولاده اللي هم من نسبه يطعنوا على هذه الوصيه، يعني من حقه يكتب له هو عايزه، ولكن قانونا هيبقى في حدود الثلث. طب ليه بقول قانونا؟ مش ملزم ان هو يطبق القانون في حدود الثلث، انا بتكلم على طعن بالصوريه على وصيه او طعن ببطلان الوصيه من اولاده هو نفسه. هتبقى المشكله داخليه يعني، الاولاد الحقيقيين ليه هو عمل وصيه وليكن باكثر من الثلث، عملها له بنص ما يرس. الورثه الشرعيين من ابنائه طعنوا عليها، هيطعن عليها لان اكثر من الثلث، اللي حدد الثلث دي احكام الشريعه الاسلاميه. تمام. اذا فهو ممكن يكتب ثلث
والثالث ده لا يقدر طبعا يطبق احكام الشريعه الاسلاميه وهم مسيحيين، عشان ما فيش نص خاص في الانجيل او في اللائحه الاقباط الارثوذكس تخص عن بتنص عن الوصيه، وطالما ما فيش نص في الخاص بنطبق العام، لما نفتقد نص في الخاص بنطبق القانون العام. بخبرة حياتك يعني في المجال ده، هل في مشاكل معينة حصلت ليها علاقة بالجزئية دي بالتحديد؟ لأن ده اللي احنا كنا مثلا بنسمع عنه أو بنشوف ناس مثلا بتتكلم عليه، هل في حالات معينة حياتك شفتها أو عشرتها ليها علاقة بالجزء ده بالذات؟ اللي هو فكرة الوصية ونقل الإرث؟ طبعا كتير. ده بين الإخوات وبعضهم. يعني تخيل حضرتك ده بيحصل. أنا قصدي بقى هل ده ما يستدعيش إن يكون في مثلا بعض التعديلات أو بعض التشريعات المختلفة للديانات الأخرى غير الإسلام؟ لا، هو هنا التشريعات هتقص غير المسلمين. المفترض ان التشريعات الخاصه، ما هو حضرتك من ايام الدوله العثمانيه، من ايام الخط الهاميوني في مصر، تطبق الشريعه الاسلاميه على المسلمين وغير المسلمين ما عدا ما يخص الاحوال الشخصيه، يعني الطلاق، زواج، مواريث. الدوله ما تدخلش، عشان كده نلاقي موضوع زي مشكله كبيره زي الطلاق. هل الدوله المصريه تدخلت فيها الحكومه؟ ما تدخلتش فيها. ليه؟ لان لا يجوز التدخل. حضرتك تطبق الشريعه الاسلاميه على المسلمين وغير المسلمين ما عدا ما يخص احوالهم الشخصيه لغير المسلمين، زواج، طلاق، مواريث، دول ما تدخلش. فالتشريعات دي المفروض بتتم من الكنيسه، بتعرض بقى بعد كده، بترفع بدورها كجهات التشريعيه لاقرارها. تمام. طيب نرجع تاني برضو للقصه اللي حضرتك زي ما ذكرت كده من شويه، ان في ملاجئ مسيحيه كتير جدا، والملاجئ دي بيكون عندهم يعني الكثير والكثير من الاطفال يعني. وحب برضو حضرتك تحكي لنا على هل برضو نفس الاجراءات بتتم، ان انا عشان اتبنى طفل موجود في ملجأ مسيحي لازم برضو اخش من خلال الويب سايت ان يكون بقدم برضو دار تضامن، ولا من خلال برضو الملجأ؟ ان هو الملجأ يا فندم، الملجأ سواء كان دار ايتام لمسيحيين او لمسلمين تابع لوزارة التضامن. هو يفتح ملجأ ازاي غير لما يكون تراخيصه واوراقه من وزارة التضامن؟ فطبعا بيمشي بنفس الشروط اللي بتنص عليها وزارة التضامن. فهو مش معناه انه ملجأ تابع للكنيسة، لا، طبعا باشراف وبترخيص من وزارة التضامن طبعا. فبنفس الاجراءات. هنا لو راح حد من غير المسلمين يكفو الطفل مسيحي، الوزارة تقول له لا، من شروطنا اتحاد الاديان بين الاسر البديلة. رغم ان احكام الشريعة تسمح، انما اختلف معاه القانون. يعني احكام الشريعه كان في فتوى بتقول يحق للمسلم ان يحتضن او يتكفل بيهودي او اي حد او مسيحي بشرط الا يكرهه على الدين. طب هنا نشوف القانون ما مشيتش على احكام الشريعه بالظبط. القانون قال لو حد من لابد من وحده الاديان بين الاسره البديله وبين الطفل نفسه. تمام. طيب هل القانون او القوانين دي برضه متعرف عليها في بعض الدول الثانيه؟ يعني لو جينا مثلا بصينا للدول العربيه او دول حتى في اماكن يعني حتى بره القاره الافريقيه بتاعتنا كلها، هل برضه متعرف على هذه القوانين ولا القوانين دي بس خاصه بينا احنا؟ تمام. جميع الدول الاسلاميه طبقا لاحكام الشريعه الاسلاميه حرمت لفظ التبني وقننته في كفاله اليتيم. ليها نفس التقنين. كل ما هو دوله اسلاميه المصدر الاساسي في التشريع ليها هي احكام الشريعه الاسلاميه حرمت التبني كتبني، انما سمحت بالكفاله او الاحتضان. تمام. يعني احنا برضه ما حصلش خلط بالانساب، كانت الحكمه من كده في احكام الشريعه ما حصلش خلط في الانساب. طيب والكفاله والاحتضان؟ هو كفاله والاحتضان هو اللي هو كفاله اليتيم. حرمت التبني. تمام. التبني ده ان هو يقول ان ابنه ويعمل له ورق زي ما حصل في الحاله بتاعتنا. تمام. طب برضو يعني عشان برضو الساده المشاهدين اللي هم بيفكروا ان هم يكونوا بيتبنوا طفل او بيفكروا ان هو يكون بيمشوا في اجراءات، اكيد القصه بتاعت شنوده ممكن تكون خوفتهم شويه او يعني حسيتهم الموضوع ممكن يكون فيه بعض العوائق يعني. فاحنا حابين من حضرتك تقول لنا بعض النصايح لكل الاسر اللي ممكن تكون بتفكر تتبنى، تمشي في انهي اجراءات وتروح لانهي اماكن بالظبط، وايه الطريق اللي هي ممكن تكون بقى متوقعه الفتره الجايه؟ هو طبعا من ضمن الشروط اللي انا بس نسيت اقولها ان ما يزيدش عدد الاطفال في الاسر عن 2، يعني ما يكونش عندهم اكتر من طفلين. فلو عندهم اكتر، الا لو كان الاولاد كبار يعني تخطوا سن 21 او قادرين ان هم يكفلوا نفسهم او قادرين على الكسب يعني. طبعا من الاسر اللي توفرت فيها الشروط دي ورغبه تعمل الخير ده بتدخل على موقع وزاره التضامن الخاص بالاحتضان، بيطلبوا منهم بعض الاوراق زي ما انا قلت لها كده، او الفيش جنائي طبعا عشان يثبتوا ان هم ما عندهمش اي شبهه جنائيه سابقه، الرقم القومي اللي ثابت فيه طبعا الدين، بيتوجه لاقرب مكان مناسب ليه. ولو كان في طفل بعينه مناسب لهذه الظروف بيذكروه، بيقول هو في ملجا ايه، في انهي دار ايتام،
وهم بيطلبوا استيفاء الاوراق. بيحصل بعد كده بقى الندب اللي المندوب اللي بينزل او اللجنه اللي بتنزل لفحص الحاله الاجتماعيه عشان يشوفوا الاسره دي قادره من ناحيه العلميه وقادره من ناحيه النفسيه على ان تنشئ طفل. وبتشوف المكان نفسه، المكان هل يؤمن بيه الطفل على نفسه ولا في مكان يعني يبقى فيه خطر على الطفل. كده يعني طبعا يعني نصايح يعني نفسنا الناس كلها تبقى بتكون بتنفذها يعني، وان كل الناس تكون بتتبع القانون. واحنا زي ما حضرتك اشرت يعني احنا بنحترم برضو كل القوانين المصريه ونحترم كل التشريعات، بل بالعكس يعني دي زي ما حضرتك ذكرت حتى في بدايه الحلقه ان هي حياديه ما بين كل الاطراف وبعضها. لكن في القصه بتاعت شنوده بالذات يعني احنا يمكن قلنا حتى ان هي قصه انسانيه، واحنا لذلك بنرجو ان احنا يبصوا ليها بشكل انساني. محكمه النقض المصريه كانت قالت تمييز الدين، التمييز الديني للطفل 7 سنوات، ده حكم محكمة النقض المصرية. الطفل ما كملش 7 سنوات معهم، فبالتالي هو ما عندوش تمييز ديني، فنقدرش نميزه هو دينه ايه. فما نقدرش نقول هو عشان تربى خلال 4 سنوات على النشأة الديانة المسيحية فان هو كده يبقى مسيح. لا، هو هنا القانون او محكمة النقض المصرية قالت التمييز الديني، الطفل يبدأ يميز دينيا من سن 7 سنوات. لكن هو ده ما حصلش عنده. فهما الحل الوحيد ليهم ان هما يثبتوا ان هو من ابوين مسيحيين، او ان هما لقوه في الكنيسه زي ما بيقولوا. ولقوه في الكنيسه دي فيها قولان، دي قرينه مش دليل. بمعنى ايه قرينه مش دليل؟ القرينه لا ترقى ان تكون دليل، القرينه هو دليل بسيط يعني. يعني انا لقيت طفل في الكنيسه ممكن مش مسيحي. وممكن دي بترجع بقى لمحكمة الموضوع لما يعني يتم الطعن على القرارات الموجودة يعني. تمام، يعني احنا بنشكر حياتك، شكرا جزيلا استاذ ميشيل حليم المستشار بمفوضية الأمم المتحدة بالشرق الأوسط ومحامي من النقض، كنت معنا وأضفت لنا كثير في هذا الموضوع يعني وأثرتنا بالمعلومات. نشكر برضو كل السادة المشاهدين اللي متابعينا طول الساعتين دول. نرجع تاني برضو بنأكد ان احنا متماشيين ومتفاهمين طبعا كل احكام القانون والدستور، متفاهمين طبعا ان كل الدوله او يعني الدوله دايما بتتحرك في اتجاه بيكون محايد بالنسبه لكل الاطراف، لكن برضو في البدايه او في النهايه يعني بنكون بنتمنى ان على الاقل اسره شنوده تكون بترجع وبتشوفه تاني. شكرا لحضراتكم ونلقاكم على خير بكره ان شاء الله الساعه 9.